ماذا بعد مع آلاء هاشم. لا شيء في لبنان إلا الغضب والفقر. بلد الفن والأغاني البهيجة يتحول لمقبرة بحجم وطن. لا حكومة ولا اقتصاد ولا برلمان فاعل، إلا يد الأحزاب يطال خرابها كل شيء، ولسان حال اللبنانيين طفح الكيل. فغرقت باريس الشرق. يتدفق الغضب هذه المرة في عاصمة الثورة كما يحب أهلها أن يسموها، في طرابلس، ويتعلل من لا يرون في الوضع ضرورة للاحتجاج بشماعة التطرف والدعشنة، فيخرج رئيس الحكومة المكلف برسائل داخلية وخارجية أبرزها تحميل الجيش مسؤولية عدم وقف الحرق والتدمير. إلى أين يسير لبنان؟ ما خيارات رئيس الحكومة المكلف؟ ما حقيقة الخلاف داخل البيت السني؟ وهل يمكن أن يمتد التظاهر إلى بقية المناطق اللبنانية بعد صيدا وبيروت؟ حلقة جديدة من وماذا بعد، أهلا بكم. شيع يوم الخميس في طرابلس شمال لبنان جثمان الشاب عمر طيبة البالغ من العمر 30 ربيعا، الذي قتل الأربعاء في مواجهات بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين، وذلك بعد خروج أهل المدينة مدينة طرابلس احتجاجا على تشديد إجراءات الإغلاق العام بسبب كورونا. تقرير ثم نعود للنقاش. بنزل على السرايا، المقر الوحيد للحكومة، بتواجه بالرصاص المطاطي والمسيل للدموع والشتائم من قبل القوى الأمنية والضرب والسحل للإعلاميين. بترجع بتقلي ليش بدي كب حجرة؟ ولك ما فجرتوا لبنان وفجرتوا بيروت ودمرتوها، عم تحاسبني؟ على فجاجة هذه المقارنة، إلا أنها تعبر عما وصل إليه لبنان الحالي، بلد قد يحدث فيه أي شيء مهما كان يجانب الصواب ويخالف المنطق، ويعيش على وقع تجاذبات ومصالح تفرض حربا كلامية وسياسية لا تنتهي بين رموزه، التي تراشقت الاتهامات كذلك بعد تفجر الغضب في طرابلس. شحدونا، ما بقى فيها ناكل، العالم ماتت، لو العم عم تاكل من الزبالة، لو ما بدك هي تقدر تشتري طعامي ولادها، ما في براس السنة عيدوا وخلصوا وقالوا لنا الكورونا، سكروا المحلات، ما معنا ناكل.
شوارع المدينة التي تعد من الأفقر في الشرق الأوسط لم تهدأ منذ عدة أيام احتجاجاً على تشديد إجراءات الإغلاق بسبب كورونا والأوضاع الاقتصادية المزرية. المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية أسفرت عن مقتل شخص وجرح ما يزيد على 300 آخرين. وصل الأمر في اليومين السابقين إلى إضرام النيران في مستودعات القمامة وكاميرات المراقبة، فضلاً عن حرق مبنى البلدية. رئيس الحكومة المكلف سارع بإرسال ممثل عنه لمعاينة الأضرار في مبنى البلدية، متعهدا بإصلاح ما يمكن إصلاحه، ومنتقدا الجيش لوقوفه متفرجا أمام مشهد الحرائق مع رفضه وصم المدينة بالتطرف. رسائل عديدة مررها الحريري لجهات تحاول كما يقول البعض عشنة المدينة وجر البلد نحو سيناريو الحرب الأهلية، وفي أحسن الأحوال تحويلها إلى ورقة تفاوضية في تشكيل الحكومة الجديدة التي لم ترى النور حتى الآن منذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام السابق. على الرغم من تصريحات السياسيين المحملة بالتعبير عن المفاجأة لأحداث طرابلس، يرى غالب اللبنانيين أن ما يجري تطور طبيعي لبلد متخم بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفاقم وضعه تدهور سعر الليرة اللبنانية وأزمة كورونا. وبينما يراهن البعض على انتهاء تظاهرات طرابلس، يتخوف البعض الآخر من امتداد فتيل الغضب إلى بقية المدن اللبنانية، لا سيما بعد خروج بعض المتظاهرين في بيروت وفي صيدا دعما لطرابلس واحتجاجا على الأحوال المادية. أهلا بكم من جديد لمناقشة هذا الملف. معي من طرابلس الأستاذ أحمد الأيوبي الصحفي اللبناني، ومعنا أيضا من بيروت الصحفي اللبناني والإعلام اللبناني طوني بولس، ومن إسطنبول الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين. أبدأ من أحمد الأيوبي. أهلا بك أحمد الأيوبي. أحمد الأيوبي، ما الذي يجري في طرابلس الآن؟ مساء الخير. أهلا بك. أولا ما يجري في طرابلس هو أن الشرائح الأكثر فقراً انتفضت في وجه السلطة التي أرادت أن تغلق البلد بسبب وباء كورونا إغلاقاً تاماً من دون تأمين البدائل للعائلات الأكثر فقراً. هذا أولاً. من حيث الشكل، خرج الناس للاحتجاج على هذه الوضعية السيئة، لكن في الوقت نفسه قامت أحزاب السلطة بالاستيلاء وبسلب وبسرقة غضب الناس من خلال دفع مجموعات منظمة قامت بالتخريب والاعتداء على سراي طرابلس وإحراق مبنى البلدية، وهذا الأمر خارج نطاق الاعتداءات الاحتجاجات التي أراد الناس من خلالها إيصال صوتهم للسلطة. لم يحدث سابقا في طرابلس عاصمة الثورة وأيقونة الثورة أن اعتدى أحد على مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة هذه هي ملك الناس والملك العام، وفيها خدماتهم الأساسية، فكيف يحرقونها وكيف يعتدون عليها؟ هناك من أحزاب السلطة من يتنافس أولا فيما بينه على الشارع، ثم من يريد أن يجعل من طرابلس من جديد مدينة مدعشنة ومدينة محاصرة ومدينة تتعرض للمزيد من الإغلاق ومن القمع ومن العسكرة. طيب طوني بولس، استمعت إلى ما قاله أحمد الأيوبي. إذن في ظاهرها هذه الاحتجاجات خرجت من أجل الوضع الاقتصادي المتردي، من أجل الاحتجاج على الإغلاق العام في طرابلس، لكن هناك بعض الجهات أو بعض الأحزاب التي تحاول سرقة هذه الاحتجاجات، ما رأيك؟ يعني تماما أنا وافق سيد أحمد أيوبي على ما تفضل به بأن الثورة خرجت من رحم الفقر ومن رحم المعاناة في طرابلس، وهي المدينة الأكثر فقرا على البحر المتوسط، وهذا أمر طبيعي أن تخرج يعني حركات في الشارع لتطالب بحد أدنى من المقومات. ولكن من الواضح أيضا أن هناك من يريد تغيير صورة المنطقة عبر إظهار منطقة طرابلس والسنة تحديدا بمظهر شيطاني، وكأنها بيئة مستقطبة للتطرف، وكأنها بيئة مناهضة للدولة ولمؤسسات الدولة.
وهنا أضع ما يجري ضمن إطار يعني سياسة المحور الإيراني في المنطقة في مواجهة المناطق السنية، وتحديدا يعني سيناريو شبيه لما حصل في العراق، يعني إرسال قوى متطرفة داعشية إلى المناطق ولاحقا تبرير تحريرها وتدميرها تحت إطار يعني اقتصاص داعش والمتطرفين منها. فحسب المعلومات المتوفرة أن هناك جهازين عملا على هذه الأعمال المدبرة، هن هو الأول الجهاز الأمني السوري الذي يخترق المنطقة بشكل واضح، وأيضا سرايا المقاومة التابعة لميليشيا حزب الله، والتي يعني هم الذين دخلوا واندسوا بين وين المنتفضين وقاموا بهذه الأعمال الشغب والاعتداء على السرايا وعلى مختلف المؤسسات الرسمية بهدف ضرب صورة المدينة. في الواقع ليس لأبناء طرابلس من هاجموا مؤسساتهم ودمروا يعني بلديتهم، من دمرها ومن أتى بهذا الموضوع أتى من الخارج، وهذا لأهداف سياسية. هو يعني أولا تعمية على الدويلة الموجودة في لبنان الذي يقودها حزب الله، وإظهار أن السنة هم خارج إطار الدولة وليس الشيعة أو من يقودهم يعني طيب. أي ميليشيا حزب الله. لذلك هذا أمر خطير وسياسة خبيثة، وخاصة المخيف أكثر بالأمر أن هذه الميليشيا تمتلك حكومة اليوم وتستطيع أن تنفذ مشروعها عبر أدوات السلطة. طيب، إذا ما تفضلت به طعني، اليوم أو في الأمس الأخبار اللبنانية أحد عناوينها تقول أن حرب الإخوة تهز طرابلس، يعني هذه الجهات المحسوبة على حزب الله تحيل الأمر إلى خلافات داخلية داخل البيت السني، تحديدا بين سعد الحريري وبين شقيقه. لا أعتقد أن هذا الأمر صحيحا، يعني هو مجرد يعني تعمية للموضوع. فالشارع حقيقة خرج وانتفض، ولكن من دخل عليه هي هذه الجهات. هناك أسماء باتت معروفة وصورت أمام الكاميرات وبات معروف من تنتمي هذا الجهات، وهنا لا ندري إذا كان لدى الجهات الأمنية اللبنانية الجرأة بفضح المشروع الذي كان يخطط لطرابلس، ومن هي الجهات الحقيقية التي تقف وراء الاعتداءات على المؤسسات الرسمية وعلى القوى الأمنية. يعني هذا الأمر يعني مكشوفا والسيناريو مكشوف، ولكن فريق حزب الله وفريق السلطة يحاول تعمية هذا الموضوع ووضع الموضوع كأنه في إطار يعني تنافس زعامات طرابلس. اللي قد يكون له جانب، ولكن في هذه الحالة تحديدا الأمر مختلف وبعيد كل البعد، وقد استورد من الخارج بهدف تحويل طرابلس إلى منطقة معزولة أكثر وشيطنة هذه المدينة ضمن المشروع التي بات معروفا. وهناك تجارب وأمثلة سابقة، يعني ما حصل سابقا في الأشهر الماضية في بيروت من اعتداءات على المؤسسات الخاصة والعامة يأتي في هذا الإطار، وتبين أن مندسين أيضا بهدف إجهاض الثورة والانتفاضة حينها أتوا وأقاموا بالتدمير واستجلبوا نتيجة هذا الأمر القوى الأمنية لقمع التظاهرات وطمسها. طيب عبد الرحمن صلاح الدين، إذا يبدو أن هناك إجماع على أن ما يجري صحيح أنه بدأ كاحتجاجات على الوضع الاقتصادي، لكن هناك أيد خفية تتلاعب في المسألة. هل تعتقد بأن طرابلس اليوم مستهدفة في لبنان؟ طرابلس ليست مستهدفة اليوم، بس طرابلس مستهدفة تم إعلان دولة لبنان العظيمة. الصوت هناك مشكلة بالصوت عبد الرحمن، لا أعرف، أنا كنت أسمعك جيد. نعم، طيب ريثما يتم إصحاح أو تصليح هذا الخطأ سأعود إلى أحمد الأيوبي من طرابلس. سأعيد السؤال عليك أستاذ أحمد، هل تعتقد بأن طرابلس اليوم مستهدفة من قبل بعض الجهات؟ هناك رغبة في إعادة السيناريو السابق إلى طرابلس، منطقة غير مستقرة، وصفها بالدعشنة، وصفها بالتطرف. سيدتي، كتبت اليوم مقالا في موقع أساس توجهت فيه إلى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وإلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وسألتهما لماذا تفرج الجيش وقوى الأمن على هؤلاء المخربين الذين اعتدوا على الأملاك العامة على الدولة؟ كيف يعقل أن يكون هناك مئات الأشخاص بحضور الجيش يقومون بتحطيم المدينة وإحراقها والجيش يتفرج؟ هذه المسألة هي هل تتعلق بقرار من الجيش بتجميد عمله في المدينة وبالامتناع عن حفظ الأمن؟ هل يتعرض الجيش لضغوط سياسية من السلطة، من العهد، ممن يتعرض، من حزب الله؟ ما هي مصدر الضغوط التي يتعرض لها الجيش لكي لا يقوم بواجبه؟ ما حصل في طرابلس
ليلة أمس وأول من أمس هو 7 أيار مكرر في طرابلس. نذكر بأن الجيش في 7 أيار 2008 عندما انقلب حزب الله على الديمقراطية واحتل بيروت بقوة السلاح مع ميليشياته، الجيش وقف على الحياد وترك الناس بمصيرهم. لماذا دائما على الجيش أن يترك الناس تواجه المسلحين، تواجه المخربين من دون أن يبادر؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها الجيش من خلال طيب. هذا التصرف؟ سأنقل هذا السؤال إلى طوني أستاذ أحمد الأيوبي. هناك تأويلات عديدة حول وقوف الجيش متفرجا أمام مشهد حرق مبنى البلدية وأيضا مهاجمة مؤسسات حكومية أخرى في طرابلس، وقد لمح إلى ذلك سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف. برأيك ما هي الرسالة المرسلة من خلال هذا الموقف من قبل الجيش؟ يعني اعتقد ان عدم تدخل الجيش مرتبط بقضايا لوجستيه بتنسيق مع الاجهزه الامنيه الاخرى. ففي سراي طرابلس كان هناك حوالي 600 عنصر من القوى الامن الداخلي، وبالتالي كان يعني يفترض ان تستطيع القوى الامنيه ان تدافع اقله عن المبنى وتدافع عن نفسها بالنتيجه. ولكن التقصير الذي بدا من ناحيه القوى الامنيه استدعى تدخل الجيش بوقت لاحق. وهنا إشارة إلى أن الجيش في لبنان يعاني كثيرا من ضغوطات، فهو توكل إليه مهمات كثيرة إضافة لدوره بحماية الأمن والاستقرار والحدود وغيرها. دعيني أقول لك أن هناك مشروع كبير في لبنان يقوده المحور الإيراني من قبل حزب الله، وهو بضرب كل كافة المؤسسات الرديفة. فكما رأينا سابقا ضرب القطاع المصرفي وإنهائه وظهور ما يسمى القرض الحسن أو الاقتصاد الموازي الذي يقوله حزب الله، كذلك رأينا أيضا ضرب المؤسسات الاستشفائية الخاصة لمصلحة مشروع آخر، وكذلك الجامعات والقطاع التعليمي. واليوم أيضا هناك مشروع لضرب المؤسسة العسكرية الأخيرة التي ربما لديها امتداد على كل المواطنين وتتمتع بوحدة أدنى من الوحدة الوطنية الداخلية. فاليوم استهداف الجيش ووضعه في مواجهة الشارع هو أيضا مشروع فتنوي يراد منه أن يصل الجيش إلى الانقسام وتدمير هذه المؤسسة لصالح الجيش الرديف الذي يقوده حزب الله وميليشياته، وبالتالي تصبح هنا دويلة حزب الله مكتملة مع قضاء آخر مؤسسة قادرة أن تكون لها حد أدنى من الإجماع الوطني. عبد الرحمن صلاح الدين، يبدو أن الصوت قد تصحح لديك، نرحب بك مجددا. إذا هناك رغبة من قبل حزب الله ومن قبل إيران والجهات التابعة لها في لبنان من أجل هدم المؤسسات وتسليط الضوء على مؤسسات رديفة، هذا هو سبب موقف الجيش، تفرج الجيش إذا مهاجمة مبنى البلدية. هناك رؤية أخرى وتأويلات أخرى تقول بأن ذلك نابع من رغبة جوزيف عون رئيس الجيش بالترشح للرئاسة، لديه مشروع رئاسي في المستقبل، ما رأيك؟ الجيش في لبنان لا يسمح بأي تدخل، مش بدون قضاء سياسي، وبالتالي أصبح هو المتحكم، هو عنده الطبقة السياسية. أنا لا أمين إلى القوى السياسية، أنا أمين إلى الشعب، أن هذا القرار إلى خطيرة جدا، أن القوى السياسية كلها هي توافق على هذا النوع من القرارات، وهنا تكمن المشكلة. يعني بمعنى أن حتى هيئات المجتمع المدني تدفع إلى أنا أعتقد أن كل شبرات يعني قضاء لأحد زعماء السنيات من ثلاث جمع هؤلاء الأشخاص لأسبوع أو أسبوعين، لماذا لم تتحرك أو دول المجتمع المدني الممولة من السياسيين اللبنانيين والمموله من ايجاد حل على الاقل؟ ولماذا لم يتخذ معروف ان هناك اشخاص اذا لم يعمل شرط يومي هناك هويه معامله، بالتالي فقط طيب
عبد الرحمن، إذا كل ما يحدث برأيك، من يقود المشهد الاحتجاجي اليوم في طرابلس؟ من يقود هذا الحراك الذي خرج بسبب مشروع وهو الاعتراض والاحتجاج على الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان؟ انقطع الاتصال مع عبد الرحمن صلاح الدين. أعود إلى أحمد الأيوبي. أحمد الأيوبي من طرابلس، اليوم من يقود المشهد، مشهد الحراك في لبنان الذي خرج منذ البداية احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي؟ اليوم قلت أن هناك جهات تبدو غريبة على المنطقة في طرابلس خرجت في هذه الاحتجاجات، إذا اليوم من يتصدر المشهد؟ سيدتي، أود التوضيح تعقيبا على ما قاله زميلنا طوني في قضية الجيش. نحن نطلب من الجيش أن يطبق القانون فقط، لا أن يكون منحازا لهذه الجهة أو تلك، بمعنى أن من يخرب يجب أن يوقف، لا أن يترك لحسابات أيا تكن هذه الحسابات ومهما تكون الضغوطات. لذلك المسألة كيف يستطيع الجيش أن يقمع متظاهرين سلميين إلى درجة أن يقتل منهم أشخاصا استشهدوا ومنهم عمر طيبة، وكيف يستطيع أن يتجاهل العنف والإرهاب الذي يحدث بحق المدينة؟ هذه تناقضات لا يمكن تفسيرها إلا في إطار الصراع السياسي. طبعا المسألة الأهم هي أن السلطة السياسية التي يخضع لها الجيش هي سلطة حزب الله، وهنا علامة الاستفهام الكبرى. أما بالنسبة لمن يقود الشارع، الآن هناك يعني عدة مجموعات تعمل على الأرض، منها من لا يزال يعمل في إطار ثورة 17 تشرين، منها من يخرج بشكل تلقائي، والأخطر من هؤلاء المجموعات المنظمة التي خرجت للتخريب والتي تريد أن تخطف الثورة وتعطل إرادة الناس في الاحتجاج وفي التغيير السياسي. لذلك نحن الآن في لبنان علينا أن نراجع تجربة العراق، كيف قمعت أحزاب إيران الاحتجاجات المتتالية منذ أيام نور المالكي إلى اليوم، كيف يتم التعامل؟ ويبدو أن نفس التجربة يجري إعادة تكوينها في لبنان، ولكن على الطريقة اللبنانية وبأساليب تتطابق مع الواقع اللبناني. هي سياسة إيران تقسيم الشعوب وفي تقسيم الناس وفي إدارة الصراعات ونشر الفوضى من أجل إبقاء سيطرتها على السلطة وعلى البلد. أحمد الأيوبي، ذكرت تجربة العراق وتجربة نور المالكي في العراق، ما الذي تقصده؟ كيف يمكن أن يتم تعميم هذه التجربة في لبنان على مقاس الحسابات السياسية داخليا في لبنان؟ أقصد أن نور المالكي استخدم مؤسسات الدولة في قمع التظاهرات في المدن السنية العراقية، وقصفهم بطائرات الدولة وبجيش الدولة، وكذلك الأمر الآن يجري محاولة جر الجيش وتحويل المؤسسات الأمنية إلى مؤسسات خامعة تأتمر بأمر السلطة السياسية التي يسيطر عليها حزب الله. وكل من يعارض وكل من يواجه هذه المحاولات سيكون داعشياً وإرهابياً ومتطرفاً، وهذا ما نرى خطورته على طرابلس في هذه الفترة بالتحديد، لأنها المدينة الأخيرة الباقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط خارج نطاق الهيمنة الإيرانية والسيطرة الإيرانية. نعم، طوني بولوس، هل تعتقد بأن سعد الحريري اليوم يتعرض لأزمة مزدوجة، يعني أزمة داخلية داخل المستقبل وأيضا أزمة من قبل الجهات الأخرى في لبنان؟ في الواقع الرئيس الحريري أوصل نفسه إلى مكان ضعف شديد، سواء لناحية انخراطه السابق في إلى جانب حزب الله والتيار الوطني الحر وإبرامه واتفاقات معهم، أو لناحية قبوله بالعودة لتكليف الحكومة المقبلة، وبالتالي ما نراه اليوم أنه أصبح رئيسا مكلفا دون أن يستطيع أن يكلف أو يشكل الحكومة، وبالتالي وضع نفسه في مأزق، لا يستطيع التراجع ولا يستطيع أيضا الاستمرار في التقدم، وبالتالي بات في مرحلة دقيقة للغاية. فهو يواجه هذا التحدي من الداخل من قبل بعض الفرقاء وبعض القوى السياسية التي تريد إلغائه على المستوى السياسي وإلغاء تياره أيضا لحسابات أخرى، لأن الطائفة السنية ربما بالنسبة لتمدد توسع المحور الإيراني يحتاج لقضم أقله نصفها
وقد يكون الرئيس الحريري يقف في عسرة في وجه هذا التقدم. ولكن الرئيس الحريري أيضا لديه تحديات على المستوى الإقليمي، سواء ناحية علاقاته العربية أو حتى خاصة العربية الخليجية. فبعد أن وقف خلال الفترة الماضية عندما كان رئيس للحكومة متفرج على قصف الحوثيين للمملكة العربية السعودية وحتى خلايا حزب الله التي اكتشفت في الكويت دون أن يكون له موقف رسمي، حتى دون استنكار ما يقوله حسن نصر الله ناحية تهديد الخليج، هنا كان يعني بات يعني الرئيس الحريري بعلاقة متوترة وسيئة للغاية مع دول الخليج والدول العربية. لذلك هو اليوم أمام هذا المأزق العربي والمأزق الداخلي. ولكن وجوده اليوم يعول على شريان وأمل أخير هو عبر المبادرة الفرنسية. فالتدخل الفرنسي في لبنان والمبادرة الفرنسية التي يعول عليها بتشكيل حكومته يعتبرها قد تكون يعني خيط النجاة الأخير الذي يوصله إلى الحكومة ويفرض شروط هذه الحكومة، وبالتالي انطلاقا من الحكومة التي تأتي بمواصفات مقبولة في فرنسيا يتم تسويقها ليكون مقبولة على المستوى العربي والدولي، يبني هذا الشبكة الأمان ليستطيع أن يحسن أوضاعه وعلاقاته الدولية والعربية من بعدها. نعم عبد الرحمن صلاح الدين، نعود لك، أنت معنا الآن عبر الهاتف. ما إمكانية فعلا أن يستغل سعد الحريري هذه المبادرة الفرنسية من أجل أن يفرض شروطه في الحكومة المقبلة؟ إلى أي درجة يمكن أن يستغل ذلك وأن ينجح في ذلك؟ يبدو أن هناك مشكلة فعلا بالاتصال مع عبد الرحمن صلاح الدين. أعود إلى أحمد الأيوبي من طرابلس. أحمد الأيوبي، استمعت إلى ما أشار إليه طوني من بيروت، هذا يضيق الخيارات، ما يحصل الآن يضيق الخيارات أمام سعد الحريري، لكن تبقى المبادرة الفرنسية كخيط نجاة، ربما كيد نجاة من أجل أن يفرض سعد الحريري شروطه في المشهد السياسي المقبل، تحديدا في تشكيل الحكومة المقبلة. إلى أي درجة يمكن أن يستغل سعد الحريري هذه المبادرة؟ سيدتي، سعد الحريري فعل مثل الغراب الذي حاول أن يقلد مشية الطاووس، فلا هو استطاع أن يكون طاووسا ولا استطاع أن يعود غرابا. المشكلة أن سعد الحريري يتخبط في أزمات متلاحقة في خياراته السياسية البائسة التي أسقط نفسه من خلالها من المعادلة وجعل نفسه رهينة الأغلبية السياسية المسيطرة. وبالتالي عندما قال وليد جنطاط لسعد الحريري وقال سمير جعجع لسعد الحريري اخرج منها واعتذر عن التكليف ودعهم يحكمون ويتحملوا مسؤولية البلد وليختر الناس بعد ذلك كيف سيواجهون هذه السلطة من دون أن يكون سعد الحريري حاميا لها. المشكلة أن سعد الحريري يصر على أن يبقى في هذه السلطة وأن يبقى في الواجهة ليواجه الناس سعد الحريري بدلا من أن يواجه ميشيل عون وحزب الله. وبالتالي لا يمكن أن يصل سعد الحريري إلى أي نتيجة سواء بالمبادرة الفرنسية أو بغيرها، لأن الحزب لن يسمح بتشكيل حكومة فيها أي نوع من أنواع التوازن المقبول لدى المجتمع العربي والدولي. وبالتالي لا طائلة من حكومة يرأسها سعد الحريري ويسيطر عليها حزب الله، لأنها لن تستطيع أن تجلب أي نوع من أنواع المساعدات للبنان، وهذا إمعان في الفراغ وإمعان في استنزاف الوقت على سعد الحريري أن يغادر فورا مركب التكليف وأن يعود إلى صفوف المعارضة لتنظيم الصف الوطني في مواجهة مشروع إيران في لبنان. طيب، هذه هي الخلاصة الطبيعية التي يجب أن يصل إليها. سنعود إلى هذه النقطة، لكن الآن سأعود إلى عبد الرحمن صلاح الدين، أسأله عما يجري في طرابلس الآن مما بدأنا به لكن لم يتسنى لنا الحديث معك عن عبد الرحمن. ما يجري الآن في طرابلس، هل يمكن أن نقول بأنه النتيجة للهجوم كما وصفه بعض أنصار عون وبعض أنصار حزب الله، الهجوم الذي مارسه سعد الحريري على رئيس الجمهورية واتهمه بتوجيه الخلاف السياسي والخلاف الحكومي صوب الطائفية؟ أنا بتقديري أن الذي حرك الناس في طرابلس وحركهم قبل عام وأربعة أشهر في عموم لبنان هو ليس موقف مع طرف سياسي ضد طرف سياسي، وأنا طرف سياسي متراخي وطرف سياسي متشدد، أو الأزمة كلها هي أزمة نظام في لبنان،
الأطراف السياسية جميعها هي متورطة إلى العظم، سواء كانت موالية أو معارضة، متورطة في هذا الانقسام الطائفي وفي تغذيته وفي دائما أي تحرك احتجاجي يحصل في لبنان منذ 10 سنوات إلى اليوم يتم تلغيمه بـ 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 يعني ببعض ما نسميهم في لبنان الزعران المدعومين من أحزاب سياسية والمنتمين إلى هذا التحرك وتحويله إلى عمل عنف. وفي كل مرة يتولى حزب سياسي ما يعني تحريك هؤلاء الزعران وإفشال أي تحرك مطلبي في لبنان، سواء كان هذا التحرك المطلبي شعبيا كبيرا يتحرك به الآلاف أو بضع مئات من الطلاب المحتجين. هذا هو المكرر. أنا برأيي أن القوى السياسية اللبنانية تشترك جميعها في أنها لا ترى في غير هذا النظام القائم سبيل وجودها كقوة سياسية حقيقية في لبنان. الاستقطاب الطائفي والفساد والشلالية السياسية والمحاصصة السياسية على أساس طائفي، وبالتالي اليوم نحن لا نستطيع أن نقول أن مشكلة لبنان تنحصر في طرف ما. مشكلة لبنان هي في الجميع، في هذه المنظومة كلها، وهذه المنظومة هي عاجزة عمليا وحتى وإن امتلكت النية عاجزة عن إيجاد حل في لبنان، لأنها اعتادت على العمل بهذه الطريقة، طريقة المحاصصة وطريقة الشلالية وطريقة الفساد المستشري الذي أصبح أقوى من الدولة. يعني كل الدول في العالم فيها فساد، هذا شيء نسلم به، لكن مستوى الفساد في لبنان أصبح أقوى من الدولة بمجالات كبيرة جدا. وبالتالي أي حوار سياسي بتقديري طبعا لا يراعي أن الأزمة هي أزمة نظام، ولا بد من إصلاح هذا النظام السياسي وإصلاح وإعطاء دور أكبر للمؤسسات الدولة على حساب النفوذ السياسي للأحزاب اللبنانية، أو عفوا يعني هي المسمات أحزاب، هي حتى لا تمتلك صفة الحزب أغلبها. يعني طالما لم نصل إلى هذا المستوى فإن لا يمكن إيجاد حل في لبنان، سواء كان موجود حزب الله أو غير حزب الله. أي حزب سياسي في لبنان يمتلك فائض القوة سيحاول أن يعكسه بشكل سيطرة أكثر على الدولة، مؤسساتها وإضعاف مؤسسات الدولة، والجميع يشترك في هذه الجريمة. طب أستاذ عبد الرحمن، على من تقع المسؤولية في تأخير هذا الحوار الذي تفضلت به والذي أشرت إلى ضرورة حدوثه، حوار بين كافة الأحزاب السياسية الموجودة في لبنان وكافة التيارات من أجل التركيز على سلطة المؤسسات الحكومية في لبنان بعيدا عن سطوة الميليشيات والقوى الموجودة؟ من يتحمل مسؤولية تأخير هذا الحوار؟ نعم، القوى اللبنانية لم تجد، يعني أو بالأحرى القوى اللبنانية لم تعترف بأنها عليها قليلا أن تبتعد عن الواجهة وتعطي مجال لحكومة تكنوقراط. وأكثر من يرفض الابتعاد عن الواجهة وهذا واقع هو حزب الله ورئيس الجمهورية، وإن كان هناك تنازل نسبي من قبل الرئيس سعد الحريري، لكن عمليا لابد لإجراء إصلاح في لبنان. من الاعتراف بمسألة أن القوى السياسية اللبنانية لن تستطيع أن تصلح هذا الوضع، وبالتالي عليها أن تبتعد وتترك الموضوع لحكومة تكنوقراط ذات صلاحيات تشريعية تقوم بإجراء عملية إصلاح جذري في المؤسسات اللبنانية، وإبعاد سلطة القوى السياسية أو إبعاد النفوذ السياسي عن القضاء بنسبة كبيرة، تطهير القضاء، تطهير المؤسسات، إعادة هيكلة هذه المؤسسات، والعمل فعليا على حملة إصلاح عميقة في المؤسسات اللبنانية. وحتى أنا مع أمور إلى الوصول إلى تجريم الطائفية السياسية في لبنان، أو على الأقل خطوة جديدة في نحو إنهاء الطائفية السياسية أو تجريم الخطابات الطائفية. لا يمكن للبنان، بلد اليوم يعيش في القرن 21، أن تكون 99% من الخطاب السياسي فيه هو خطاب تحريضي طائفي. لا 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 يعيش في هذا العصر اصلا اليوم، حتى دول يعني الجوار العربيه. قد يبدو هذا الكلام شاعريا لمن يسمعنا استاذ عبد الرحمن صلاح. كيف يمكن ان تقتلع الطائفيه من بلد كل شيء فيه يجري على الطائفيه والمحاصصه؟ حتى حصه طرابلس التي يعترض عليها اهلها اليوم هي مقسمه حسب المحاصصه للاسف. اللبناني كله بجميع اطيافه الى الساحات وتظاهر رغم العنف الذي مورث ضده ورغم التهديد ورغم ما شاهدناه. الشعب اللبناني في شهر تشرين عام 2019 اثبت انه شعب موحد، لكن هذا التوحد الذي شاهدناه في الشوارع ينبغي ان يترجم في العمل السياسي وفي المؤسسات. هم دائما القوى السياسيه اللبنانيه دائما تخوف اللبناني من اللبناني الاخر، تخوف المسيحي من المسلم والمسلم من المسيحي والسني من الشيعي والشيعي من السني. قبل عام و4 اشهر من الان اللبنانيين اكتشفوا انفسهم من جديد، اكتشفوا انهم كان يتم عليهم لعبة كبيرة جدا، لعبة التخويف من الآخر. وبالتالي أنا برأيي أن الشعب اللبناني كشعب هو الآن يسبق قادته السياسيين في تخطي الطائفية، وفعلا
بقيت مدرك أننا نحن بحاجة إلى منظومة، أنا لا أقول مثالية، نحن لا ليس هناك نظام سياسي مثالي بطبيعة الحال، لكن أقل استقطابا من هذا النظام، أقل سماحا للقوى السياسية بأن تقبل الدولة وتتحكم بالدولة تحكم مطلق. لا بد أن يكون هناك فصل بين الأجهزة البيروقراطية الحكومية والأجهزة السياسية، فصل نسبي طبعا. ما يحصل في لبنان أن أظهر موظف إلى أكبر موظف يتم تعيينه سياسيا، وهذا يعني أن الدولة اللبنانية بجميع عناصرها هي تتبع سياسيا لقوى سياسية، وهذا هو الفساد، هذا هو طيب. عين الفساد، هذا طيب. هو عين الشلل في أداء الدولة. عبد الرحمن صلاح الدين، رئيس الجمهورية أفضى بالتحقيق بما جرى في طرابلس والهجوم على مبنى البلدية إلى وزارة الدفاع بدل أن يفضي بذلك إلى وزارة الداخلية، ما معنى ذلك حسب رأيك؟ أنا يعني هو هذا الصراع القديم بين القوى السياسية على أجهزة الدولة. يعني معروف طبعا ما أن يعني الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية محسوبة طائفيا على حسب السنة، وهي جزء من هذه اللعبة الطائفية التي دائما يتم تكرارها وردها، ونفس اللعبة مورست بشكل أو بآخر مع ما حصل في انفجار بيروت، ونرى كيف أنهم قاموا بتشكيل لجان تحقيق ثم اخترقوا خلافات مذهبية عليها ثم تم تضييع التحقيق إلى وإبعادها عن مساره الطبيعي والمنطقي. وما يحصل في طرابلس هو نفس ما حصل في بيروت في انفجار بيروت، سيتم تمييع التحقيق بصراعات طائفية وبخلاف طائفي حول من هو صاحب الصلاحية ومن غير صاحب الصلاحية، وفي خلافات أنا برأيي أنها قد تكون هذه الخلافات هي خلافات مفتعلة ومتفق عليها بين الأطراف السياسية وبين الأجهزة التي يتحكمون بها من أجل دائما تميع أي قضية محقة في لبنان وأخذها باتجاه محطة طائفية وبالتالي إنهائها. نعم. هذا ما يحصل في لبنان منذ عقود، وهذا ما لا يراد لنا من قبل هذه القوى السياسية الخروج منه، ويبدو أن المجتمع الدولي هذه الفترة هو أقل جدية فعلا في دعم أي إصلاح حقيقي في لبنان. توني بولوس، هل يمكن الخروج من هذا النفق المظلم الذي يعيشه لبنان منذ سنوات ومنذ عقود طويلة، نفق الطائفية، سيطرت بعض الجهات على لبنان، توغل إيران في لبنان بشكل واضح، بالإشارة إلى أن المجتمع الدولي يبدو أقل اهتماما الآن بالشرق الأوسط؟ هذا الطائفي متجذر، وهو متجذر كثيرا، ولا أفق قريب للخروج من هذا الموضوع. وكما أشرت أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ربما بعيدة عن تحليق أي ملف متعلق بالشرق الأوسط أو في لبنان، وبالتالي لبنان حاليا سوف يبقى أسير اللعبة الطائفية وأسير التمدد الإيراني إليه، خاصة أن اليوم نرى أن كافة الأحزاب تعاني من ضعف ومن نبذ شعبي، في حين أن الحزب الوحيد المسيطر نتيجة الدعم الإيراني المستمر له بالسلاح والمال وبالسيطرة على المؤسسات هو حزب الله، وبالتالي اليوم لبنان خاضع ضمن المحور الإيراني. وما يعيق تشكيل إعادة تفعيل المؤسسات وعملها هو عدم قيام حكومة، ففي لبنان لا يوجد إدارة، يعني الإدارة هي يجب أن تكون بإدارة بيد الحكومة الغير موجودة حاليا. وإذا أردنا أن نشكل حكومة حاليا هناك شروط يقوم بها إيضاع حزب الله، هي أن تكون حكومة تتناسب مع المحور الذي سميه محور الممانعة أو المقاومة، وبالتالي هكذا حكومة لن تأتي بأي حل للبنان، بل ستكون أكثر دمارا وتزيد الشرخ الطائفي الموجود. إذا كان هناك حديث عن إمكانية تغيير النظام في المرحلة المقبلة، وهذا أمر يتطلب لرعاية دولية ولمؤتمر دولي، وبالتالي اليوم يعني بظل غياب الدور الدولي تجاه لبنان لا أعتقد أن هناك توجه لتغيير نظام جوهري، حتى أن البعض يتخوف من هذه الخطوة. فإذا ذهبنا إلى مؤتمر تأسيسي جديد لصياغة نموذج نظام جديد في لبنان، لا هذا الأمر لا يمكن أن يتم تحت وطأة سلاح حزب الله المتفلت الذي قد يأخذ النظام المقبل بما يتناسبه كونه الوحيد الذي يمتلك السلاح ويستطيع فرضه بالقوة على الآخرين. طيب توني، كيف سيستغل حزب الله ما يجري الآن في طرابلس في أوراقه التفاوضية على سعد الحريري من أجل تشكيل الحكومة المقبلة؟ يعني هو المستفيد الأبرز أولا لتحريك الشارع السني وإظهار أن سعد الحريري غير، يعني ليس لديه أي حاضنة سنية، بالعكس يعني بمجرد خربطة الوضع على الساحة السنية وإظهارها غير قادر أن تحكم نفسها أو تمسك زمام أمورها في ظل غياب القيادات،
هذا أول ورقة ضغط يمارسها على سعد الحريري الذي يريد أن يقول له أنك أنت نحن رشحناك لرئاسة الحكومة وبالتالي لا تستطيع أن تأتي إلا بشروطنا لأنك لا تملك الحيثية والشعبية والأرضية المناسبة، وها نحن نسمع الانتفاضة الشعبية ضدك. هذا ورقة حزب الله تجاه سعد الحريري. ونقطة أخرى بتحويل الصراع بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية، هو يقف متفرجا ويحاول تزكية الصراع بين المكون السني والمسيحيين لإظهار نفسه خارج المعادلة الصراع المذهبية، وأن الصراع يقتصر على صراعات مذهبية بين السنة والمسيحيين، وهو يبقى متفرجا على هذا الموضوع. لذلك نرى اليوم الأحداث في طرابلس تصب بشكل مباشر في مصلحته ولا تصب بمصلحة القوى السياسية الأخرى، ومن هذا هذه نقطة قد تشير إلى من هو المستفيد ومن هو المفتعل لهذا الأمر. طيب هذا يقودنا إلى سؤال مصير هذا الحراك في طرابلس، إمكانية تمدد هذه الاحتجاجات إلى بقية المدن اللبنانية، خصوصا أن بعض المدن خرجت بالفعل دعما لطرابلس مثل بيروت وصيدا. سيدتي هذا الحراك هو موجود في لبنان في مختلف المناطق اللبنانية، وقاد وهو ينتظر اللحظة المناسبة للنزول، ولكن هناك خطر محدق بالجميع هو وباء كورونا المتفشي في لبنان والذي يمنع وهو يشكل حاجز رادع للتحركات الشعبية المباشرة. لذلك المواطنين نفسيا مجهزين لأي حراك في الشارع، ولكن هناك رادع بهذا الموضوع. ولنكن منطقيين أن من أخمد الثورة التي انطلقت في 17 تشرين الماضي هو وباء كورونا وترفشيه في المناطق اللبنانية وإعلان حالة الطوارئ في لبنان ومظاهر التجول، وهذه المظاهر التي نراها اليوم هي محاولة لمنع أي حراك ممكن أن يكون في الشارع، ولكن في النفوس وفي النوايا هذا أمر موجود والثورة لم تنطفئ، إنما هي مستمرة ولديها حشد ولديها جمهور أكثر من الذي نراه بكثير. فمعظم فالأكثرية الصاحقة من مختلف الطوائف اللبنانية اليوم في نفسها هي مؤيدة للثورة، وإن لم غير قادرة حاليا على التعبير عن ذلك نتيجة الأوضاع الإنسانية والأوضاع الصحية. نعم أحمد الأيوبي، على الرغم من الأوضاع الصحية التي أشار إليها طوني، هل يمكن أن تستعيد هذه الثورة أو هذه الانتفاضة اللبنانية جذوتها من خلال بوابة طرابلس إزاء ما يحدث، إزاء تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة الخناق على رئيس الحكومة المكلف؟ على هذه النقطة أريد الإشارة والتذكير بأن لبنان تعرض لاحتلال سوري لأكثر من 30 عاما، تم تعطيل تطبيق كامل اتفاق الطائف الذي كان ينص على إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء في مجلس النواب وإنشاء مجلس شيوخ ومعالجة الإشكالات الكبرى للنظام السياسي اللبناني. الذي أعاق تطبيق هذه الإصلاحات هو النظام السوري ومن بعده حزب الله، ولذلك نحن نعود إلى النقطة الأساسية، علة المسألة اليوم هو التحالف بين سلاح حزب الله وبين التيار الوطني الحر وبين الفساد في لبنان. أما بالنسبة للثورة أو الانتفاضة، لا شك أن هناك عوامل كثيرة تعيق خروج انتفاضة أو ثورة شاملة في لبنان، لكن أعتقد بأننا مقبلون على مرحلة انهيار أخطر من الانهيار الراهن، وهو عندما يتم رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الدواء وبعض الأغذية وما إلى ذلك، وسيرتفع ساعتها سعر الدولار إلى ما يزيد على 20,000 ليرة تقريبا. عندها سيخرج الناس مجبرين، لن يستطيع أحد أن يحتمل هذا النوع من الجور والظلم والحرمان والغلاء، وساعتها الحسابات ستكون مختلطة، من يستطيع أن ينظم ومن يستطيع أن يستثمر، علما بأن حزب الله يحاول من خلال بعض هذه التحركات الآن استباق ثورة اللبنانيين وخطفها كما يحصل في طرابلس تماما. عبر ماذا؟ اذكر لي أمثلة أستاذ أحمد الأيوبي. أولا هذه المجموعات التي نزلت إلى الشارع بتوجيهات من حزب الله عمدت أولا إلى تخريب التحرك السلمي، ثانيا عمدت إلى ضرب مؤسسات الدولة ومحاولة تفريغها من طرابلس، ثالثا تعمد إلى استثمار ما يجري في السياسة من خلال إخضاع اللبنانيين وتيئيسهم من إمكانية التغيير عبر التحركات السلمية، وهذه نقاط جوهرية واستراتيجية يعتمدها التحالف الحاكم اليوم في لبنان، التحالف الذي يضم حزب الله والتيار الوطني الحر والرئيس ميشيل عون، ثم بعد ذلك تأجيج
المسائل الطائفية من خلال نزاع يعني غير منطقي وغير أساسي وغير مهم فيما يجري حول موضوع الحكومة. أتوقع أن تستمر هذه الفوضى المتعمدة في المناطق وخاصة في طرابلس، أن لا تتوقف المسألة عند حرق البلدية ومحاولة اقتحام السرايا. أخشى أن يتم إحراق مثلا المخافر في طرابلس، أخشى أن يكون هناك هجوم مثلا على غرفة التجارة والصناعة، على مقر الضمان الاجتماعي. هذه مواقع يجب على الجيش اللبناني منذ الآن أن يضمن حمايتها، وأن يتم الحفاظ على مقومات الحياة الطبيعية في طرابلس، لأنني أرى أن هناك سيناريو يعد من أجل منع يعني من أجل جعل طرابلس غير صالحة للحياة اليومية للناس. هذا ما نخشاه الآن في هذه المرحلة. عبد الرحمن، السيناريو في طرابلس إلى أين؟ وهنا يسأل، السيناريو في لبنان إلى أين أيضا؟ إذا ما تحدث به أحمد الأيوبي عن سوء أو إمكانية أن تسوء الأحوال أكثر إذا رفع الدعم عن المواد الأساسية، وهذا أيضا إن ربطناه بالتغيرات الدولية الحالية، مجيء بايدن في الرئاسة الأمريكية، احتمالية العودة للاتفاق النووي، وبالتالي تقوى الأطراف التابعة لإيران في منطقة الشرق الأوسط. باتجاه إيران، واضح أن إيران ستحاول أن ترفع من أسهمها، وهي ثبت تاريخيا يعني في السنوات الأخيرة أنها استفادت من الفوضى، وبالتالي هي ستكون المستفيد الأكبر من الفوضى في لبنان إن حصلت، وخاصة في طرابلس. لذلك، لكن نحن ما نعول عليه أو نرجو من الله سبحانه وتعالى أن القوى الطرابلسية نفسها، ليس فقط قوى سياسية، حتى المجتمع المدني نفسه ورجال الدين هم أمام مسؤولية كبيرة في تأمين الاستقرار الاجتماعي على المدى القصير على الأقل حاليا في طرابلس، وإيجاد مبادرات اجتماعية و بشكل سريع لضمان استقرار طرابلس ضمن هذه الفترة، لأن برأيي أن المستفيدين أو المحاولين لإشعال طرابلس لن يتخذوا وسيلة في هذا في هذا الموضوع، وبالتالي ينبغي فعلا العمل الجاد على سد هذه الثغرات او على عدم تعكير المياه حتى لا ياتي من يصطاد في الماء العكر كما يقال. نعم، عبد الرحمن صلاح الدين، كنت معنا من اسطنبول، اشكرك جزيل الشكر، كما ايضا اشكر ضيفي من بيروت توني بولس الصحفي والاعلامي اللبناني، اشكر ايضا ضيفي من طرابلس المدينة اللبنانية في الشمال الصحفي اللبناني أستاذ أحمد الأيوبي. أشكركم أيضا أنتم مشاهدين على حسن المتابعة. انتهى هذا الوقت، إلى اللقاء في حلقة جديدة ومحور جديد. إلى اللقاء.